طمنيني عليك، انتي احسن دلوقتي؟ انا جاي عشان اعتذر لك. انا بجد ما كنتش عايزه يجرى لك كل ده بسببي. يا ماما عشان خاطري سامحيني، انا لما حسيت انك ممكن تروحي مني وتروحي بسبب اللي انا عملته فيه كده، كان لا يمكن ابدا ان انا اسامح نفسي. كنت عايزه تدخليني السجن ليلي؟ مش انا يا ماما، والله ما انا، كرم هو اللي عمل كده، هو ومنور. انا لا يمكن كنت اقسى عليكي كده من دماغي. تعملي فيا كده ليلي؟ عايزه تخلصي مني عشان تبيعي البيت؟ بيت؟ بيت ايه ده اللي ممكن يعوضني عن غيابك؟ انت ما تعرفيش انت عندي ايه يا ماما. بس صدقيني والله انا كان غصب عني، انا ما كنتش عايزه اعمل كده، بس هما اللي حطوا في دماغي ان انت اللي قتلتي ابويا، وانا كنت فاكره باللي بعمله ده ان انا بقى بجيب حقه. انا عمري ما زعلت منك. سامحيني عشان خاطري، تسامحيني والنبي يا ماما. انا مش عارفه بس كان عقلي فين وانا بعمل اللي بعمله ده. يا رب كانت ايدي تتقطع قبل ما تتمد عليكي، يا رب كنت اموت. ما حدش شر عليكي يا حبيبتي، ما حدش شر عليكي، انت بنتي وحبيبتي وكل حاجه في حياتي. انت تصدقي ان ام ممكن تكره بنتها؟ انا عارفه، انا برضو قلت كده، مش ممكن ابدا تكوني بتعملي كده من نفسك. هو كرم ومنار، مش كده؟ قولي. ايوه هما، والله هما، مش كده يا حبيبتي؟ انما انت مش ممكن ابدا تعملي كده. انا مسامحاكي، طول عمرك طيبه وبتغلطي، تيجي تترمي في حضني وانا لازم اسامحك. حبيبتي حبيبتي.